السلام عليكم أبنائنا وبناتنا طلاب الصف الثاني الثانوي ومع مادة الكيمياء وعناصر المجموعة 5A. زي ما احنا كده شايفين يا شباب، عندنا عنصر النيتروجين وعنصر الفوسفور، ده عناصر لا فلزات. أما الزرنيخ والأنتيمون ده شبه فلز. أما عنصر البيزمث ده اللي هو فلز ضعيف. المفترض اي عنصر لا فلز بيدي حامضي، وده حقيقي اللا فلز اللي هو النيتروجين والفوسفور اعطوني اكاسيد حامضيه. ومعروف ان الفلز سواء كان ضعيف او قوي، ايا كان الفلز بيدي قاعدي، ده اكسيد اللا فلز اكسيد حامضي، اكسيد الفلز اكسيد قاعدي. لكن شبه الفلز بيبقى ايه نظامه؟ ان كان شبه الفلز قريب من اللا فلز في الترتيب زي عندنا هنا الزرنيخ، فخد صفة الحامضية، فعندنا الزرنيخ هو شبه فلز لكن أكسيده أكسيد حامضي. أما شبه الفلز اللي هو الأنتيمون لأنه بعيد شوية عن اللافلزات وقريب من الفلز، فهو أخذ إيه؟ أكسيد متردد، أخذ أكسيد متردد، وبالتالي أنا عندي الأكاسيد في جروب 5A. بالنسبة للنيتروجين والفوسفور لافلزات تبقى أكسيدها حامضية، الزرنيخ شبه فلز أكسيده حامضي، الانتيمون شبه فلز اكسيد متردد، فانا عندي شبه فلز غير شبه فلز، كل واحد فيهم ليه صفه في الاكاسيد بتاعته. هنا الفلز اللي هو البيزمس ده ضعيف كفلز لكنه قاعدي. يبقى انا لو جالي سؤال في عناصر المجموعه 5A عنصر شبه فلزي له اكسيد حامضي، هيكون مين؟ هيكون الزرنيخ. لكن في مجموعه، سؤال تاني يا شباب، في مجموعه 5A شبه فلز يكون اكسيد متردد، هيكون مين؟ الانتيمون. شكرا لكم لحسن الاستماع، وتابعونا في فيديوهات قادمه في مراجعات الصف الثاني الثانوي لطلبه الثانويه العامه وطلبه اللغات وكل ما هو خاص بالكيمياء. قناه فهمني الكيمياء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.